يقول السائل: شخص قام بأداء عمرة عن نفسه وأدى جميع أركانها، ثم أحرم بعمرة أخرى عن أبيه ولم يحلق ولبس المخيط، فما الحكم؟ يعيد ملابس الإحرام ثم يحلق ثم بعد ذلك يلبس المخيط، لأن لبسه المخيط قبل الحلق هذا غلط وخطأ منه جهل، فعليه أنه يبادر بإعادة ملابس الإحرام ويحلق أو يقصر رأسه، ثم بعد ذلك انتهت عمرته. نعم.